فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية. امرأة ما يبجارية صغيرة، وهي أيضا أجنبية، ما هو محرم لها اللي يستمع لها، ما هو محرم لها، فحري به أن يصيبها. نعم. فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية أو صبي أمرد صوته فتنة وصورته فتنة. أي نعم، الصبي الصغير صوته مثل صوت المرأة يطرب إذا غنى وإذا نعم يغني بما يدعو إلى الزنا والفجور وشرب الخمر. أي نعم، ما هم المغنين الآن إنما يمدحون المحرمات، يمدحون الزنا والفجور وشرب الخمر وما أشبه مجالس له. نعم. يغني بما يدعو إلى الزنا والفجور وشرب الخمر مع آلات له التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هو غنى بصوت مجرد، بل معه آلات له من المزامير والأشياء التي ترغب في سماع هذا الصوت لما يصاحبه من المزامير والمطربات. نعم.